Empreinte digitale. Sam Digital مع إنس. التسعة وعشرة دقائق على إيافة محلى غاجو. أهلا وسهلا، مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا وتشوف فينا على ديجيتال، على لايف على اليوتيوب ولا على نوتخ باج فيسبوك غاجو إيافة. مساء الخير، مساء النصر، مساء المقاومة، مساء العزة لأهالينا في غزة. حلقة جديدة من سام ديجيتال، حلقة السبت 18 نوفمبر. كالعادة نحكي على القضية الفلسطينية، 43 يوم من القصف، 43 يوم من المجزرة، 43 يوم من الإبادة الجماعية. واليوم نحكيه على اقتحام مستشفى الشفاء. اليوم وصلت حصيلة الشهداء 12300 شهيد، منهم 5000 طفل، إن شاء الله ربي يرحمهم، هم شهداء أحياء عند ربهم يرزقون، إن شاء الله ربي يشفي المرضى وإن شاء الله النصر لأهالينا في غزة. ساعة كاملة نحكيه فيها على أكثر الأخبار اللي دارت على مواقع التواصل الاجتماعي وكان تحديث الناس، والأكيد باش نحكيه وأكثر أخبارنا باش تكون على القضية الفلسطينية. نكون معاكم أنا إنس الجيبسي في التقديم، تحياتي للفريق الكل، ياسمين بنور في الإعداد، تحياتي الأمير في الإخراج ووئام الرابح في الإخراج الرقمي. مرحبا بكم، هذه سام ديجيتال من توا للعشرة متاع الليل. EFM انتم تسمعوا في سام ديجيتال على EFM أحلى راديو. في الأكتو ديجيتال باش نحكيو على اللي صاير في غزة وعلى القضية الفلسطينية بصفة عامة اللي مجتاحة وسائل التواصل الاجتماعي من 43 يوم من تاريخ 7 أكتوبر. دونك نحكيو على ردود الفعل، نحكيو على دور المؤثرين وصناع المحتوى اللي تضامنوا مع القضية الفلسطينية، لكن طريقة اليوتيوبر المصري الدحيح كانت مختلفة برشا. فيديو تدوم ساعة كاملة، فيديو عملت ضجة كبيرة في العالم العربي على مواقع التواصل الاجتماعي وحقت الملايين من المشاهدة في أقل من 24 ساعة. دونك فيديو بعنوان فلسطين حكاية الأرض، نرجع نحكي عليها بعد شوية. نحكي على الاحتلال اللي يضع الصحفي صالح الجعفراوي في القائمة الحمراء للاغتيال، أكثر تفاصيل زيدا نحكي عليها بعد شوية. في لو دوسيي نرجع لتونس ونحكيو على اختراق صفحة الإذاعة الوطنية. زعما علاش تم اختراق صفحة الإذاعة الوطنية وشنوما طريقة الحماية للصفحات الرسمية ذي؟ دونك فيما يخص الموضوع ذي يتدخل معنا بعد شوية خبير في السلامة المعلوماتية عبد الصمد الكرتلي. مسك الختام في فقرة ستار عليك، يحضر بحضنا ضيفنا هو من اللولانين اللي أمنوا باليوتيوب، هو زيدا خاض تجربة التمثيل وخاض تجربة الإعلام، غايب علينا عنده مدة كبيرة. نحكي لكم على أمير تليلي، عرفتوا أكثر بأمير سالم مسيو. أهلا وسهلا، مرحبا بك أمير. عسلامة، مرحبا بك ناس، هالغيبة صحة والله، تقديم حلو مزيان خمسة. وبالله قبل ما نبدأ خاطر باش ندخلوا في برشا صندي ان شاء الله في وسط البرنامج اليوم، حب نقول سيد المخرج فوالا يركز لي على البرا خاطر اني دخلت نترينا اي هزيت صحتك شويه زيد، الحمد لله قلت لك في الاوفر فوالا، وحتى القاعده هيك باش الناس متهني يا امير مرتاح بريود هذه الحق لا لكن ارتحت وكبرت في العمر وغطى علينا برشا ولا. جيتنا بانا معنويات امير والله. هو الحق يتصدق قبل ما تتم استضافتي، راني عربية باش ننزل اليوم. قبل ما يتم استضافتي فما خبر جديد في الخدمة مزيان وحلو برشا برشا، انضميت الفريق متاع ان شاء الله متاع تصوير باهي ويكيبا طيارة، ما تبشولي ان شاء الله الخدمة معاش نعمل لنا كل شيء، التصوير والميكساج والكتيبة والواحد والمونتاج والزيفي باش يرتحوك شوية باش تقوم انتي بالدور متاعك وهما يصوروا يعملوا المونتاج والفيديوهات وكل. لكن سألتك على معنوياتك اللي جيتنا بهم، ونحن خاصة باش نحكيوا على القضية الفلسطينية وحكينا شوية زادة في الأوف وحكيت لي على المعنويات وعلى كيما الناس الكل أغزلي. ساعات نبدا قاعد مع اشخاص ولا في قهوه ولا في اي بلاصه، يبدا شد تليفون والله يا ناس اختي، يتلقاه قاعد يشد راسه ويعمل هكا ولا يتلفت ولا تلقى عينيه زغلت، حتى تلقى حاط الكيت ولا تغزر له من بعيد شد يسكرولي هابط فيديو الاولى الثانيه، لين الانسان معناتها راهو شيء يقهر ويجع القلب.
يحس هو بالقهر يغزر الروح، ولا فما اللي عنده يغزر للصغيرات ويمشي عنقهم في اللحظه هذيك، يعرف قيمه الشيء هذا ويعرف انه كما قلوا برشا ناس هذه لحظه تاريخيه، ما تمهيش ماهوش ماهيش بريود باش تتعدى عندي انا، ما لازمش تكون بريود وتتعدى، معناتها اللي في باله يقول لك مساله وقت وتو تو، لا لا هذه حاجه صحيح لازم نعيشوا بها وباش نكملوا نعيشوا بها وندافعوا عليها للاخر، معناتها حتى المواقف اللي من المفترض ناخذوهم واللي خذوهم ناس ونشكرهم لازم يواصلوا يعيشوا به الموقف هذاك، راهي ماهيش مده وتتعدى. فلسطين عندها اكثر من 70 عام، لكن شنو هو اللي خلى الحرب هذيا، الحرب هذه بالذات على غزه تجتاح المواقع تكون حديث الناس الكل فما يعني فما في العالم. فما 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 بشاعة رهيبة المرة هذه، مش ما تبرروا البشاعة القديمة، ما تفما بشاعة تتعدى وبشاعة ما تتعديش. لا، في الوقت هذا شفنا انه بالحق الناس مش ماخذة موقف بركة، ما تجيست اي خاطر قبل تسلا يبيع التوانسة من اول الدنيا، احنا اكثر عباد في العالم العربي نسدنه قضية فلسطينية ما فيش حتى نقاش، من غير ما مش انا باش نقولها ولا حتى من البلدان اخرى يقولك تونس ثم تونس، معناتها احنا الشعب اللي ملي تخلقنا حتى طفل صغير تنجم تسأله في اي حاجه ما يعرفش في الجغرافيا، تسأله على غزه فلسطين اوتوماتيك، مو عنده في مخه هذيك قضيه حاملينها ملي احنا صغار. سوف كو توا من 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 7 اكتوبر الى البشاعه، خاطر فما حاجات قلت لك ما تنجمش ما تكونش انسان، سامحني في الكلمه عندي انا اللي ما يتاثرش بالبشاعه نتاع ليزيماج اللي يوصلونا، راهو ما نجمش يكون بشر عندي، باش ما نقولش كلمه اخرى وخاطر نتشنج انا في الحكايات هذوما فاسيلمون سامحوني. دونك لقينا لحمه حتى من بلدان عربيه، كل لقينا الناس الصادقين حتى في الاوروب وفي امريكا وغيرهم، الناس ما عادش دخلوا في الخلا، قال كيفاش نجموا اليوم نشوفوا مشاهد هكاكا ونلقى برنامج يبيع في الخبز والاخر ينقص فوق قدره شنو، معناتها فهمتني لين الشيء يقول لك لازم ناخذوا موقف، وانا واحد نتشنج، اي واحد باش تحكي معايا في الموضوع بيصير لك تشنج خاطر يرجعوا لك ليزيماج وتحب تقولها مانش بينا ما نفيقوش، نحبوا نلقاو حل حتى على بساطتنا احنا كتوانسه. ويمكن امير خاطر توا ولاو عندنا الناس الكل عندها لي ريزو سوسيو، عندها الفيسبوك والانستغرام، دونك المعلومه ولات توصل الحقيقه، التصوير الفيديو كيما هي، تصاور الدمار والخراب والجرحى والشهداء كيف ولات توصل لنا. صحيح، وتوصل لنا حقيقية ما فيهش لا رتوش لا مس. قبل حتى مع اللي ميديات تراديسيونيل قبل توصل لك معلومة ويصفي ويخرج وش يحب يخرج، واضح في التلفزيون الكل في العالم كامل كانت تتصفى ما نعديوش كل شيء، ولا يقول لك راهو هذا برنامج بعد العشر خاطر فما ديزيماج كي بوف شوكي لي جون ما نعديوهمش خاطر فما صغار. توا توصل لك الحقيقة طول، ما فماش فيلتر، ما تنجمش تزينها، خايب باهي باهي، أبيض ولا أكحل، توا فيديوهات توصل لك أبيض ولا أكحل، تنجم وحدك تاخذ موقف. وفهمنا حاجة والناس بدأت تفهم أنه حتى بالتليفون البسيط راك من بلاستيك، حتى السوتيا مورال، حتى نشجعوا بعضنا كي نلقاو بعضنا التوانسة واقفين، مانيش وحدي قاعد، مانيش وحدي نتعب، مانيش وحدي نقاطع، مانيش وحدي كذا، نزيد نتشجع وندوموا حتى في المدة، نجم ندوم أنا كي نلقى شيء ماشي معايا وأنت تقاطع وأنا نقاطع نرتاح، ما نحس روحي وحدي، ما نحس روحي أبوندوني. دونك توا التوانسة خدمنا خدمة مزيانة برشا، وتحية لأحلى شعب تونس، احنا التوانسة رانا قد ما يكون عندنا ديفويت وقد ما تلقانا ناس دراش بينا وهكا وعندنا مشاكلنا وطريقة عيشنا وكلامنا فدليكنا، اما ما شاء الله علينا وقت الصندي التونسي ديما راسو عالي ولحمك يشوك. انا نفتخر مواقف ناخذوا فيها، نفتخر توا كي تقول تونس ما فماش قبل سيلك مش تقول والله يا حشمت واحد شوش عملنا عمله من عمله ربي يهدي، لا توا راسك عالي ويجبدوا ليش اي حكايه على تونس، قول لهم احنا عندي به موقف ناخذوا تونسي وتقولها راسك عالي وفرحان. أكيد احنا مفتخرين اللي احنا توينسا خاصة بعد خاصة في اللحظات هذم تونسي وراسك عالي وهز راسك ومعاك وتونس نحكيه هوني شعبا وحكومة ورئيس الكل مع القضية انت. الفلسطينية واللي تحب انت وأكيد نحن نفتخروا اللي احنا توينسا. دونك بعد شوية نرجع نحكيه على حلقة الدحيح حول فلسطين اللي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، فاصل صغير ونرجع معكم. التغطية مستمرة على EFM أحلى غدو. EFM أنتم تسمعوا في سام ديجيتال على EFM أحلى غدو.
التسعة واحد وعشرين دقيقة رجعنا معاكم على يا فام أحلى غدو. ما زلنا مكملين حتى للعشرة متاع الليل في سام ديجيتال. نعاود ذكركم اللي ذي في اليوم هو أمير تليلي، أكثر تعرفوه بأمير سالم مسيو. خلينا نرجع نحكيو على القضية الفلسطينية، وخاصة نحكيو على فلسطين. حكاية الأرض ذي حلقة تتصدر تراند وتحقق أعلى نسب المشاهدة في تاريخ المحتويات العربية وفي تاريخ الدحيح، 5 ملايين مشاهدة في أقل من 48 ساعة فيديو يدوم تقريبا ساعة كاملة. تم طرح القضية الفلسطينية وسرد الحقائق التاريخية، كشف الأكاذيب اللي اعتمدتها الكيان الصهيوني في تبرير احتلالهم للأراضي الفلسطينية. فيديو يحكي لنا زيادة على الجرائم اللي ارتكبوها الصهاينة والمجازر وتحويل القرى الفلسطينية إلى مناطق سياحية وقرية الطنطورة وكشف المقابر الجماعية. برشا حقائق في الفيديو هذية، حلقة الحقيقة كانت دسمة ومليئة بالأحداث والحقائق. طريقة سرد كانت مبسطة جدا، تخليك تتفرج وتعيش الحكاية وتكمل من غير ما تفت حتى للآخر. الفيديو هذية تعملت بديكور واحد بشخص واحد اللي هو أحمد الغندور، صانع محتوى ويوتيوبر مصري يعرفوه أكثر بالدحيح اللي هي اسم قناة اليوتيوب متاعه. الفيديو وصلت لحد اللحظة هذه 9.5 ملايين مشاهدة، عاملة 38 ألف بارتاج على الفيسبوك. خلينا نسمعوا شوية من اللي تقال في الفيديو هذية. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. عزيزي المشاهد الجميل، عايزك تتخيل للحظة أنك طائر نورس بتحلق فوق البحر المتوسط متجه ناحية الشرق، بتوصل لنقطة على الساحل بين تل أبيب وحيفا. هناك بيقابلك مكان رائع جمال يعرف النهاردة باسم الدور، ده مصيف مثالي لا يقل حاجة عن شواطئ اليونان وأبرس وصقلية. رملة حلوة، جو لطيف، شعب مرجانية ورا الشط، مساحات خضراء مزروعة. ولو بتحب التاريخ والجغرافيا، في متحف ومواقع أثرية من العصر البرونزي، بيوت كتير، بيوت لما تشوفها تحس ان البيوت دي جت من فلوريدا واتحطت هنا، اللي هي البيوت اللي عامله كده دي. وطبعا في اكتر من ريزورت في المكان مليانين خدمات. وما انك لسه عزيزي فاكر نفسك طائر نورس ما يعرفش حاجه عن المكان، هتشوف وانت فوق في السماء كده ريزورت حديث، اسم هذا الريزورت نحشوليم، بس على مسافه امتار منه في مبنى صغير شكله وطرازه مختلف عن المكان، بيكسر حاله التناسق بتاعت المكان. بيت مبني بستايل عربي قديم وسط مباني حديثه وغربيه. خليني اقول لك ان سنه 1991 واحد من سكان المكان قرر انه يبني جنب البيت ده مركز غطس، وبالفعل جاب العمال والمعدات وبداوا الحفر. ولكنهم يا عزيزي وهم شغالين وقفوا فجاه لما لقوا بقايا عظام بشريه مدفونه على عمق مش كبير، فردموا ومشوا وما رجعوش تاني. كان هذا مقطع صغير من الفيديو اللي كما قلت لكم تدوم ساعة ودقيقتين. التعليق كانت كلها إيجابية. أكثر التعليق اللي جات قالوا حلقة واجب ترجمتها للغة الإنجليزية، الحلقة الأعظم في تاريخ اليوتيوب، حلقة لازم تدرس في المدارس والجامعات. في تونس زادة الناس تفاعلت مع الفيديو وذية، ومنهم الإعلامي هيثم المكي اللي قال لازم يقدموا نسخة بالإنجليزية زي باش الناس الكل العالم الكل يتفرجوا عليها ويعرفوا الحقيقة. دونك نرجعوا لأحمد الغندور اللي أعلن على صفحة البرنامج على الفيسبوك إنه الحلقة تم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية لتصل رسالة الحلقة وما تتضمنه من وثائق ومؤلفات إلى العالم كله. أمير سمعت الإكستري صغير، نتصور راك زادة تبعتها الحلقة هذية. فيديو كيما هكايا اليوم يدوم ساعة كاملة، ونحن في عصر الديجيتال، نحن في عصر السرعة، الناس اللي تبدأ تلوج على فيديو قصيرة ما تدومش دقيقة، لكن فيديو كيما كيا ساعة كاملة وشدت العبيد وعملت ملايين ملايين المشاهدة في مدة قليلة بركة. زعما شنو السر وراء الفيديو هذايا؟ هو الساعة تحية ليه، خطر يخدم في خدمة جبارة، وحتى ليك بالي معه ما شاء الله عليهم. دونك هوني فما نقطة ساعة مهمة برشا، باش تعرفوا انه اليوتيوبر ما متقفش خدمته مثلا على محتوى معين، ما حتى عبيد تقول لك يوتيوبر تيم تاع صغار يتبعوا فيه صغار كذا. شفتوا اليوتيوبر هذا اللي لازم نشجعوه في تونس، لازم نعاونوه باش يقدم، علاش؟ خاطر النجم يولي هو بورت بارول متاع بلاد كامله، متاع قضيه كامله، معناتها كيف هو كيما بسام يوسف شخص بركه ينجم يوصل صوت مئات الملايين. كيفاش يعرف يحكي وطريقة الحديث وكيفاش تتناول الموضوع ومنين تدخل الموضوع وكيفاش تفسر وكيفاش تبسطه للناس. يوتيوبر كي من هكا معناتها ينجم يكون كان فخر ويشجعني أنا في خدمتي كرا هكا، ولي ساعات
نقول علاش مش انا، خاطر حتى في تونس نتصور برشا ناس كلي تجي تقول هاو الخدمه الصحيحه انتم اللي تعملوا فيه في تونس تفاهات، من حقه يقول هكاك، مالك توفر الامكانيات هاهم اليوتيوبرات وين ينجموا يمشيو. انت سبقت للسؤال باش نقول لك علاش ما نشوفوش دي فيديو هكايا في تونس، عندنا المؤثرين، عندنا صناع المحتوى، عندنا اليوتيوب اليوتيوبر واللي انت من الاولانيين اللي امنوا باليوتيوب، علاش ما نشوفوش باغ اكزومبل امير سالم مسيو يعمل لنا فيديو كيما هكا. والديكور ذكرنا زيدا شوية في ديكور سالي مسيو وكل هوني نقطة وما برشا نقاط نحاول نلخص معك بيتفاي ناس إيجا نقول لك هذه ماهيش خدمة متاع شخص برك، واضح؟ كمش تبدأ حاجة متقونة وماشية كي تزيد فوق الماء لازم كل إنسان ياخو خدمته. الدحيح مثلا نعاون في الكتيبة متاع الديكور يخدم حاجة مزيانة، اللي الرشيرش لازم تكون صحيحة وصنفوت، خاطر هوني راهو الزلقه بفلقه، مانيش نحكي في موضوع نجم واحد يقول كلمه مش بلاصتها في فيديو تتعدى، هذه قضيه دونك باش تاخوها هكايا معناتها راهي الزلقه باش يستناوك الناس باش تغلط، دونك هوني لازم عباد متمكنه من التاريخ تعرف القضيه بالكدي الوثائق اللي باش تبينها، راهي تنجم تقلب عالم كامل فيديوهات كامل هكاكا، نجم تهز بلدان كامله، دونك هذه خدمه مفصله، دونك لازم واحد توفر له الامكانيات دوام ولازم يكون متعمق، خاطر النجم الدحيح ينجم يقول احنا في مواضيع اخرى ما عندوش فكره، دونك لازم تجيب العباد اللي تفهم باش تبني بلاص، لازمك عباد مقاول صحيح مش وحدك انت، هذه دونك بدقه والليكيب معاه طياره، خاطر كيما قلت لك خدمه مزيانه وهوني ونعاودها مره اخرى، شفتوا كيما صار مع هو كيما قلت انت عاش، احنا في تونس لازم يكون عندنا امكانيات باش نجم نخدم مرتاح، باش نجم كي نخمم نعمل هكا نجم نلم روحي بكيب عباد طياره تفهم تقول يا امير هذه ما تقالش اجا ناخذوا الموضوع من هنا يعطوني افكار، وحدك صعيب برشا وحتى كي تعمل وحدك نجم تغلط وخايف لا تغلط تولي تتحاسب، انت نيتك الاولانيه اي ناس به، كان انا نعمل فيديو كيكا ونغلط في كلمه ولا دات غالطه ولا فهمتني موقف غالط ولا كلمه نقول لك بالله ايش دخلك انت، دونك لازم تعملها طياره باش الناس تقول برافو هاي الخدمه صحيحه، لازم تكون بروفيسيونال دو اجوز كزيد، النقاط تعرف منين تاخو، لازم فكره خاطر كان فما مواضيع كي تحكيهم ببساطه واحد مع واحد يساوي اثنين، الناس تقول لك لازم تعرف كيف السوجي تبدا كما قلت انت، هو ما مخديش سوجي على سلامه راهو صار هكا وصار هكا هم تصور وانتهت الفيديو، لا لا لازم يكون متحقق من المصادر نتاع المعلومات نتاعو من المؤرخين اللي قراو سينو اللي بيعملوا الكل اللي يطيح في الماء كان يجبدوا له حاجه مصدر بركه غلط تقول له كان هذا غلط يطلعوا شي زاد الاخرين راهو يا امير كي نقول عجبت الناس الكل معناتها عجبت الناس الكل معناتها قريت برشا كومونتيرات الناس الكل تفهموا اللي هي حلقه ياسر قويه من اعظم الحلقات ولازمها تكون مترجمه باللغه الانجليزيه باش العالم الكل يشوفوها، انا سالت قلت لك شنية السر وراء الحلقة ذي باش نشحت النجاح ذي الكل باش حقت الملايين مشاهدة، برشا يقولوا التايمينج زيدا الوقت توا مع القضية الفلسطينية الحرب على غزة وكل ذي التايمينج باهي باش تهبط في موضوعها. انت ديجا كي جيك انسان يفرغ لك قلبك انت كي جي انا في عوض تحكي في بلاستي وتحكي بطريقه خير مني وتوصل فكرتي خير مني دونك هوني ربحتني، دونك انا كل بارتاج هذاك باش نشجعك، وانا اترافيل البارتاج تاع الفيديو تاع الدحيح نقول يا ناس هاو الصوت اللي نحب نوصله، دونك اللي عندي انا مازلت شويه حتى 9 ملايين ونص راه يتسمى حتى شيء فيديو نتاع بسام يوسف غالي وصلت 300 مليون قليلة. هذه بالنسبه لينا لازم تطير تجنح الفيديو ان شاء الله، نشوفوا في صناعه محتوى وفي انتاج قوي برشا في مصر كما قلت لازم كيد. برشا امكانيات تتمنى تكون هكا في مصر، لو كان جيت وما تمنيت لو كان جيت صانع محتوى في مصر يوتيوبر في مصر انا فرحان كوني يوتيوبر تونسي نحكيوا على الامكانيات هوني واضح اي نحكيو على الامكانيات اكيد الامكانيات للاسف بون الحق وحدك مش متوفره في تونس غادي غادي بلوز او موان ماشي امكانيات معناتها لي سبونسور يجيوك غادي معناتها مرشي كبير دونك ما تحيرش اللي سوفي نجحت باش يجيوك لي مارك يقولوك نعطيو فيك الثقه هاتش عندك ترى ما تفهمتش مع هذا عندك واحد ياخد فهمتش مع ذاك المرشي محلول في تونس كيفاش المرشي نتاع اليوتيوب في تونس فوالا من المنظور هذا بالله نوصلوا معناتها مرشي ديفيرون دونك الاكثريه مع دي بارتيكولير نحب نقدم تحيه كبيره برشا نحب قد تحيه كبيره برشا توا مثلا عندي خدمه ان شاء الله بيانتو اكسبسيونيك كما قلت كنا نثبت في خدمتي قبل ان شاء الله باش تكون مع ادم خويا اللي عندنا البروجي نتاع تونيزيان توب جيز ان شاء الله نحبوا ننفعوا به الناس
خاطر انا وليت حب هذا البروجي، نحب الناس تستنفع شنو نجم نقدم لهم، حتى كي نخدم كولابوراسيون مع ناس شنو هي منفعته كي باش نبيعوا البرودوي هذا، ولا باش نكشفوا على فورماسيون هذه، ولا باش نقولوا اجا نعملوا هكا، فهمت؟ دونك مع الاولاد شفنا شنو هي، قلت لهم هذه تنجم تنفع لي جون توا اللي يحبوا يخدموا، خاطر توا تشوف الناس كلها على الديجيتال وخدمتنا باش تكون على الديجيتال. دونك نشجع الناس الكل تزيد تثبت معنا في تونيزيان توب جيز، نحب نعاون. وانسان هذا ما عجبتني خاطر ولد الويب ورجع قال لك انا عندي ثقه في الويب، اتصل بيا قال لي امير اجا نفسر لك هاو البروجي اش عندي في مخي. دونك عباره باش نقراو احنا مع بعضنا. سوف كيما قلت لك حتى الماركت الاخرين يوصلوا ناس، معناتها هي فكرتك كيما قلت لك ساعات يجيك واحد يقول لك امير ما تعملي شيء، سلام مسيو انكريستي فيها الببليسيتي هذه وساريت لا ويخليوكش تقدم افكار جديده ولا. حبوا ديما على الديكور وسالي مسيو والكونسيبت فوالا. واليوتيوب بيدو راهو يحب الهبله، علاش واحد على الانترنت ماهوش في التلفزه كاري، خاطر تي بو تو بيرميتر تعمل حاجات مهبوله ولا تقول ساعات كلام ما يجيش في بلاصتو، وغادي يقول لك لا الفيولونس برشا في التلفزه لا في اليوتيوب تفرهد، جيت تقول له تبعني في الفكره هذه اجا خلينا نصدمو اجا خلينا نشوكي وتو نعملوا حاجه مساحه طويلة. اكبر مساحه الحريه اكبر فوالا. ونرجعوا للتصوير، مكلف التصوير، مكلف كي تحب تخدم حاجه دو كاليتي مكلف. والمشكله عاود لك اليوتيوب ما يخلص، اللي باش يقعد للاسف ما يخلص، ما تنجمش حتى تكوفري لي فريم تاعك كانك عندك، اللهم باش تخسر فلوس باش تخدم، باش تخسر فلوس باش تفرح العباد وتضحك العباد وتقول لهم يا خويا عباره هذه من عندي. لكن كان كل مره باش توصلوا 10 و 15 مليون على فيديو باش تلقى روحك برشا ناس توا كي تبع لي 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 فيديو لو كونتوني كل يقول لك شنو هو مكلف، شفيش مكلف، حتى بكاميرا نتاع تليفون تنجم تخدم فيديو، تنجم تهبط، تنجم تنتج. شنو تجاوبهم امير؟ اي بيان سور تنجم حتى بتليفون حتى ديكور عادي يقول لك مش لازم اضواء وحاجه ولا كبيره. اما ما تنجمش تعمل فيلم مش اضواء كبيره، ما تنجمش تعمل كاسكاد من غير ما تجيب كهرباء سبيسيال الكاسكاد، ما تنجمش تعمل ديزيفي سبيسيو من غير انسان خدمته اليوميه ب 300 دولار 500 دولار، ما تنجمش تقول له هاك تليفون تي ابريتو واش تعمل يخدم، لازمني نعطي مستحقاته كي يعمل لي افي مزيان 3 دي. كي باش يقول لي امير 500 دولار تقول له تي شنو هما موزوز فلس، فهمت؟ ما هي موزوز فلس، لازم ايكيب خبره، لازم الناس تخلص. ما نجمش انا زاد عباد باش يصوروا لي، واللي باش نخدم عنده كاميرا لازم نخلصوا، واللي باش يعمل المونتاج نرجع ترسيلي انا نخدم في الليتاج هذوما. انا تعلمت المونتاج من الززره، فبيك تعلمت المونتاج تعلمت المونتاج خاطر ما باش يخدم لك حد مونتاج. خدمتك دونك انت اللي تعمل المونتاج، الفكره نتاعك كل شيء نتاعك. هذيك علاش راه تلقى حاجات مش متكامله، تتفرج تقول ساعات غلطه في الصوت، الباك جراوند نتاعي نخدمه ساعات غلط، تحسوا فلو. ما اما باهي تعلم تكون تنجم تخدم كل شيء، باهي حاجه باهي تعلم. اختي الغاليه كان جيت تخلص راني مش تعلمت، راني تعلمت وليت نقري معناتها للاسف. شو انت ماكش تدخل في فلوس توا على اليوتيوب؟ ماكش تدخل في فلوس من الديجيتال توا؟ الكونت نتاعك في الانستغرام يتبع فيك اكثر من 750 نحكي لك على صنع محتوى، معناتها انا شفت لا ليميت ولا واحد يعمل اللي دخلوا من كولابوراسيون يمشي يحطوا في اليوتيوب، اللي ندخل من كولابوراسيون نزيد به ميكرو، اللي ندخل من كولابوراسيون نعمل به كذا. وينس الوقت يمشي لما تي واحد باش يقعد حط سلام سي اليوم باش نحكيوا، تصورني 40 سنه اوكي سلام سي اليوم باش نحكي. لازمني نطور من روحي، زاد انا وليت دخلت في الروت مع روحي نتعاود، وافكاري قاعده نحس فيها تتعاود، الناس بدات تلاحظ خلقت من روحك، خلقت من سلام مسيو. سلام مسيو انا بديت نحس روحي مخي 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 طالب مني افكار جدد، وعندي سيناريوهات مكتوبه وعندي حاجات، مي الناس حاب نخدمهم حاجه انت بيدك تراها تقول ما شاء الله هذا نحب نشوفه. حتى كي تقول اي واحد يجيك من برا تقول تفرج احنا التوانسه في اليوتيوب نتاعنا شنو نجم نقدموا، لازمها امكانيات. وهاني والله مراسك نخبي ونحاول كل مره نزيد حاجه، نحب نخدم يزي من البيت ويزيني من الكرومان، نحب نعمل ايكيبا دي زانجي سون معايا دي كادرور كذا، عندنا سكريبت نخدموا حاجات طيارك. وعلاش مش ليه؟ علاش مش ليه؟ عمري ما قلت سمعت جمله هكا في الدنيا، علاش مش كور متراج؟ فهمتني؟ علاش ديما فهمت؟ ونقدم تحيه زاد لاحمد ريابي خونا، عمل زاد يعمل ديكور متمسكين، وحتى الاولاد يخدموا معاه راه بمحبه وبمعزه. واي يوتيوبر باش تسالوا الحكايه هذه باش يقول لك اي للاسف رانا في اليوتيوب من الاخر خاسرين. كان ريت واحد يخدم راه يستهدوا الجمهور والناس اللي تتبعهم حبه فيهم. راه نرجع بعد نحكيوا على اليوتيوب ونحكيوا على الانستغرام وكل وانت تقول اللي انت تحب تتطور وتحب تزيد تقدم، وبيان سور هذه حاجه غريزه في الانسان بعد ما يحقق وحققت لك نجاحات كبيره وملين على اليوتيوب شافوك وكل والفقره نتاعك نجحت برشا، لكن من حقك انك تتطور. خلينا نرجع نحكيوا شويه على غزه ونحكيوا على واحد من ابطال غزه، واحد من جنودها
من خلال عدسات الكاميرا متاعه يوثق المجزرة والجرائم اللي صايرة في غزة. الناشط الصحفي صالح الجعفراوي مهدد بالقتل وموضوع بالقائمة الحمراء للاغتيال. خبر ذي دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأ من منصة إكس تويتر سابقا حساب إسرائيل الرسمي. هبطوا تغريدة أهم جاء فيها قالوا تعرف إلى صالح الجعفراوي مذيع حماس الأب المريض المغني، وإنه مجرد مثال واحد على كيفية استخدام حماس لمواقع التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مضللة. خلينا نسمع رد صالح الجعفراوي شنو قال. وساعدوني نعمل السلام عليكم ورحمة الله. ما بعرف صراحة مين الناشد. الأردن ممكن تطلع له جواز أردني وتطلعه مصر قطر فإيش هذا ما كانش الاكستري لصالح الجعفراوي هذية. بعد ما هبط الخبر هذية برشا ناس تفاعلت على مواقع التواصل الاجتماعي وبرشا طالبوا الدول المجاورة كما الأردن ولا مصر بتجنيس صالح الجعفراوي وترحيله من غزة لسلامته بعد الحرب. خلينا نرجع لصالح الجعفراوي شنو قال. السلام عليكم ورحمة الله. الله يعطيك العافية جميعا. طيب اختصارا ما هطول عليكم أبدا. أول شغلة بدي تعرفون أن أقسم بالله أني مخنوق جدا 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 فوق ما تخيل. أني طلعت من مستشفى الشفا والله ما بدي أطلع لآخر نفس فيه، بس اللي صار أكبر مني والظروف يعني أجبرتني غصبا عني أنه أطلع. يعني باختصار أنا كنت مخبي عليكم إشي كان فيني بعض منكم عارفه، بس أنا كنت مخبيه مش راضي أنزله. أنا يا جماعة الخير مهدد من اليهود، مهدد بالقتل. الإعلام العبري كله بيحكي عني، الإعلام العبري بيحكي بطريقة جدا بشعة عني، لدرجة إنه مستشار نتنياهو الإعلامي نزل عني، المنسق نزل عني، قناة كان العبرية نزلت عني، قناة ثانية نزلت عني، إذاعات أحرانوت نزلت عني، في كمان شغلات يعني فعليا ما ضلش حدا في إسرائيل شافني يعني. كان هذا الرد متاع صالح الجعفراوي على الكيان المحتل وتهديده ووضعه بالقائمة الحمراء للاغتيال. وديمك التبسيمة موجودة وقوة كبيرة أمير، انت تقول منين يجيبوا فيها القوة هذية؟ الكل راهو يبدأ يتبسم ويصور في القصف ويصور في المجازر وكل وهو يتبسم، كما زاد يبدأ يفدلك مع الصغيرات ويلعب وكل باش يحاول يخفف عليهم شوية، هكا هو في وسط الحرب. والله يا إيناس مش كان هو رفهم برسا زادة صحفيين وناس غادي ربي يعطيهم الطاقة اللازمة، وفي الحالات هذوما والله مش كان أنا نتصور برشا ناس كيفي اللي انتوصلت نجم تتسائل تقول ما أنت هذاك راجل ما شاء الله عليه اللي تقول أمنيتي نكون كيفه، خاطر رجله مواقف وأشرف أشرف أشرف موقف نجم يكون فيه هو. نتصور حالته النفسية صعبة برشا، تصور حالته النفسية صعبة إما القريسة السيد يمشي ويقوم ويحكي صحيتك والناس واقفة معاه. دونك هوني احنا كلمش ريت برشا ناس مبارتاجيتها الفيديو هذه، والله متأكد أنا التوانسة الكل راهو قلوبنا مشكلة وحد التوانسة. أنا بالنسبة لي أنا كنجم نجنس ونجنس حاجة توجع القلب، فما برشا ناس زادة كيفه واللي تنقطع أخبارها بثلاثة أربع أيام تلقى الريزو سوسيو الكل يهبطوا وين وراه انقطع لانت وقتها قصت الانترنت، خايفين على ذاك وعلى ذاك. دوك يرجع لك من بعد تشوف اللي تحس له قريب لك ويوصل لك في الواقع وتحب تشكره أنت بأي طريقة وتحس فيه معنى الرجولة ومهز أكثر من قضية على ظهره وربي بقى عليه الستر ومركزين معاه زيد الاحتلال وتم حذف الحساب متاعه على الانستغرام أذيك عليه قلنا معنى أذيك عليش تحب رأي تنجم تكون أنت مساند قضية بالمواقع التواصل الاجتماعي عليش خاطر كي هما يفسخوا الناس تهبط على صفحات أخرى. دونك أنت حتى كالبرتاج رأي تنجم تعاون به خاطر هما يحبوا يقصوا علينا المعلومة. دونك نحاولوا الماكسيموم راهو البارتاج سي تان سوتيان. اي هوني نرجع زيد نحكيوا اميره على قوه الديجيتال هوني معناها تصور انت صانع محتوى ابريتورا وماهوش هو صحفي حر معناتها ماهوش تابع حتى مؤسسه اعلاميه في غزه ولكن ناشط بمواقع التواصل الاجتماعي وصل قلق الكيان الصهيوني ويتهدوا عليه ويحبوا يختالوه. اجا نقول لك فما حاجه يمكن ما وصلتش برشا ناس راهي حرب إلكترونية زيد علاش خاطر من شيرة أخرى فما ناس يهبطوا فيديوهات فما شكون يقترح عليهم مبالغ مالية باش يهبطوا فيديوهات اللي عندهم انفلونس انستغرام كبير ولا حاجة يبعثوا لهم مبالغ مالية توصل حتى 10,000 دولار
باش يهبطوا دي بوست يقولوا للناس سامحوني راكم فاهمين القضيه بالغلط وراو في الحقيقه هكا وهكا. لين وصلوا دي يوتيوبر ودي تيك توكر يقولوا احنا مهبطين المساجات وليزيميل كلهم راهو يحبوا يشريونا بالفلوس باش احنا نغلطوكم، رانا ما نحبوش نغلطوكم. دونك فما ناس تشري بالفلوس حتى قوه ديجيتال راهو يا هكا يا هكا. وبالديجيتال ما دام وصلوا يخلصوا ناس يعرفوا الديجيتال عنده امباكت، خاطر الناس كي تتمس راهي تنجم بلدان كامله قلت لك تقوم. دونك وقتها باش ندخلوا فيه هما ذاك مناش خايفين، يحبوا قد ما تقتل المعلومه قد ما الناس نجم تنسى وتتساها. وخاصه كي يوصلوا زاد يسكروا لي كونت على الانستغرام اللي يضامن يسكروا له الكونت نتاعو. انت ماكش خايف على الكونت نتاعك خاطر نشوفوا فيك زاد تهبط وتتفاعل وتساند في القضيه، عندك 740 الف يتبعوا فيك. صدقني مش كي دي دي فما ناس راه فما بالحق كلامك، فما برشا ناس تقول لك انا نخاف نخدم به رزقي. انا خاف سمعنيه برشا ذيك توصل ذيك علاش ديما نسال. انا انستغرام تو انت تقارن كونت انستغرام بقضيه فلسطين تقول لك رزقي هذاك المورد رزقي. يدي ربي يبعث الرزق يا اخي الانستغرام يعترض نجم يكون عندك 10 ملايين وما يخدم معك حد داي. ونجم يكون عبد يساند في القضيه وربي يعطي رزقه مش لازم حتى بالانستغرام. وفما بكلامك برشا ناس بالحق تتفادى ولا هو كتصويره مره في الفيل شقال لك شقال عليك والله هني معاكم باش ما يقومشيش يقولوا راني درت شنو ماشي زعما يعطيونا شويه خلينا شويه فلسطين ومعيب. معناتها هوني يا عندك موقف يا ما عندكش، عندك مبدا يا ما عندكش، واضح. وفما برشا ناس زاده شي يعملوا يقول لك هاكا ما نمسولوش الكونت ما نطيحوا له التفاعل كيما اخونا مراد الروج باش تعمل ريشيرش على مراد الروج في الـ في, الـ في الانستغرام لازمك تهبط ما عادش تلقاه رغم اللي فيريفيت فول نورمالمون. دوما تكتب مراد الروج لا التفاعل يطيحوا لك لو ماكسيموم باش انت تقول يسيب عليا خلينا نرجع نمشيش غدوه انا مليون 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 ابوني ونعمل في 15000 فيك هاو. مراد الروج لؤي الشيرني وغيرهم ريناهم يخدموا في خدمه كبيره خاصه الفتره هذه على القضيه الفلسطينيه. بالله سامعني كان 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 انت يا عبيد سندتك ووصلتك المليون ابوني وغيره كان مش باش في اللحظه هذيك يولي عندك امباكت باش كي تهبط يسمعوك الناس ويتبعوك مش تستغلوش في اللحظه هذيك قطيب تستغل. مالاش معناها مؤثر؟ هي صحيت تي جاتك ربي سامحني في الكلمه عباره جاتك فرصه يا خويا انا اعطيه مليون وبيع المكياج وبيع الوقت. اما اقف هي موقف شي يجيك مره في حياتك اقف وكون عندك قلب وكون عندك موقف ومن بعد ارجع بالك صار نهار اخر ماذا بيه مع شي رايك في الخدمه اللي يخدموا فيها خاصه على المساندة القضيه الفلسطينيه بعض المؤثرين في تونس بعض لي انستغراموز زاده في تونس كيف شفتها؟ اظن انا لاحظت انه فما برشا ناس عملتها خدمه وليت معناتها مش خدمه بدون سونس خايب يبيعوا في رواحهم لا لا معناتها وين تحل فيديو عنده جديد ويهبط لك ويتبع فهمتني. وفما ناس تصويره مره في الفيل فما دو تيب انا لاحظتها وفما اللي يوميا تلقى حتى راك ساعات تمشي تحل البروفيل وبالذمه بتشوف فتتك شي معلومه عنده شي فيديو ما هبطتش عندك يعمل لك ديريل يفسر لك يقول لك راه وصلت هكا وكذا عباره اعلام. بون واحد ما ينجمش يقول نعطي ثقه 100% ينجم يغلط هو يوصل لي معلومه غالطه مي على ليميت il soutient chaque jour كل يوم عنده جديد يدافع وبرشا مقدم لهم تحيه واللي ما يعملوش هكا تلوم عليهم الناس اللي رجعت توا لحياتها تبارتاجي في حاجه اخرى في حياتها في ماكلتها في مشيينها. رجعنا خاطر ما نجمش انت اليوم ما عادش تجي تخدم وما نجمش اللي يخدم في قهوه ما يقومش يسربي الناس زاد ما نحبوش زاد ندخلوا في الحزن الكبير اللي حتى في مع بعضنا ما عادش نجموا نتفاعلوا كناس فهمت. ما نجمش نلوم واحد تولد له طفل نقول له ما تفرحش خاطر جاك صغير جديد. نحكي لك خاصه على لي انفلونسور اللي عندهم لي كونت وكل ورجعوا يخدموا تلوم عليهم تقول عليه رجعوا يخدموا يقعدوا يبارتاجيو مش وقته هذايا. انا واحد من الناس وني كل واحد حر انا نعرف اللي عنده مبدا والبشر واللي عنده قلب عندك فرصة مرة في حياتك ربي كتب لك انه يتبعوك الناس حتى ربي نتصور بشي حسبنا قول انا كعطيتك ما انت تقول انا ميكرو باش توصل صوتك للعباد انت استغليته في حاجة اخرى اكيد. كي ربي يعطيك فلوس يقول لك اش عملت بيهم انا عطاني فرصة انستغرام انهبط وشديت زادة بريودك على محمد رمضان ما عندي حتى قلق شفنا من الايام الاولى الراجل مهبط ساندويتشات وريستوران وحفله هبط بالوقت ما نجمتش شنو معناتها يا محمد رمضان لا غيره ومن بعد اعتذر وليت بوبلي وفلم برشا ولاو برشا ناس زاد ايناس هكاكا وبرشا اللي يعمل حفلات شفناهم يمشيوا لهم يقولوا هذه مش وقت حفلات راه مش وقت تمشي تغني غادي استغلوا الانستغرام واللي باج نتاعهم باش يقولوا الفنانين في قوه اللي برشا الناس تتفادى مش حياه يوميه ما يقول لك ماهوش وقت فرحه زاد الحق
حتى الناس مش, حتى مش وقت فرحة، حتى النفسية ما تنجمش تفرح. معني انا تو كنت عامل لي حفلة، انا كنت عامل حفلة اليوم اجيب فيها اقوى فنان في الشرح ببرقيبة ما يمشي حد، كان نجيب لهم اقوى فنان كان يعاود يقوم مايكل جاكسون من القبار، تقول لهم يا توانسة برا واشتحوا، يقول لك مش وقت تستيح. معناتها احنا ديجا في قلوبنا متأسفين. هذاك خوتك اللي في الشارع راهو يضحك ما تلوموش، مسكين يعلم بيها هم عنده واحد دونك كاريته تضحك ما تقولوش بك لا، هذيك حياتنا اليوميه لازمنا نتفاعل، لازم ناخذ من عندك كلمه، نعطي كلمه، نشجع بعضنا، نقفوا مع بعضنا. مي كي يبدا عندك فرصه بالبرتاج بالجيم من منصبك انت خويا، نعطيك تحيه ونحاولوا لو ماكسيموم مع بعضنا بشوي بشوي. وما زلنا نعيشوا في حاله حزن وما زلنا متاسفين على اللي صاير في غزه، فما بالك هما اهالي غزه فاش قاعدين يعيشوا. ان شاء الله ربي ينصرهم وان شاء الله ربي يكون معاهم. نحن بعد الفاصل باش نحكيوا على نرجعوا لتونس ومشاكل تونس، ونحكيوا على اختراق صفحه الصفحه الرسميه للاذاعه الوطنيه، ويتدخل معنا بعد شويه عبد الصمد الكرتلي خبير في السلامه المعلوماتيه باش نسالوا برشا أسئلة فيما يخص موضوع السلامة المعلوماتية وكيفاش نجمو نحافظوا على الكونت متاعنا، خاصة كي يبدأ كونت أوفيسيال كونت رسمي. دونك نرجع نحكيو على الموضوع هذايا بعد الفاصل. التغطية مستمرة على EFM أحلى راديو. EFM انتم تسمعوا في سام ديجيتال على EFM احلى راديو. التسعة سبعة وأربعين دقيقة على EFM أحلى راديو، مازلنا مواصلين حتى للعشرة متاع الليل، ونحكي وعلى مش للمرة الأولى في تونس اللي تصير صفحات رسمية يتم اختراقها وتنزيل فيديوهات كيف باش نقولوا عليهم، فيديوهات مخلة بالحياة. نحكي والمرة هذه على صفحة الإذاعة الوطنية اللي فيها 540 ألف متابع، واللي تم قرصنتها لمدة 24 ساعة، وأعلنت الراديو على لونتين اللي تم قرصنة الصفحة الرسمية، وهي لا تتحمل مسؤولية الفيديوهات اللي المنشورة في الصفحة هذه. دونك بعد أكثر من 24 ساعة تم استرجاع الصفحة هذه بعد حل الإشكال مع شريك ميتا. هبطوا بلاغ كما قاعدين نشوفوا توا على EFM TV على اليوتيوب، ولا على راديو EFM على فيسبوك. دونك خلينا نفهموا اكثر كيفاش يتم اختراق صفحات رسميه فيهم عدد كبير من المتابعين، كيفاش نجموا نحميوا الصفحات الرسميه هذيا. اسئله يجاوبنا عليها توت سويت خبير في السلامه المعلوماتيه سي عبد الصمد الكرتلي، كان في الاستماع. نقول لك اهلا وسهلا ومرحبا بك على EFM. مرحبا على السلامه دكتور. نبدأ بآخر تدوينة ليك، قلت اللي قلته صحيح، عاودوا تم اختراق صفحة رسمية هي للإذاعة الوطنية. نحكيو على الاختراق هذا يا دكتور. ليلى الحمد لله، هي الحرب الأخيرة نسميها حرب رسمي، هو حرب على الإعلام التونسي، خاطر ما وقاش قرصنت معناتها صفحة الإذاعة الوطنية فقط، تم حجب اليوم من البارح تم حجب صفحة شمس افام، صفحة اكسبريس افام، حجب صفحة حنبعل، صفحة موقع 24 موقع اخباري، مجلة قبل الاولى. شنو وقعت صاير؟ علاش هذا كلهم؟ هذوما هي واضحة معناتها حرب على الاعلام التونسي. قبل ثلاث ايام او اربع ايام وزارة التكنولوجيا هبطت بلاغ اللي تم هجمة متاع تصيد وما يسمى بالفيشنج، تستهدف الإدارة التونسية. لكن سمحني دكتور باش نقص عليك، عندها علاقة بالقضية الفلسطينية؟ يعني باش نجيها بشوية، الوزارة ما هبطتش توضيح كامل الهجمات هذه اسك داخلية أو خارجية، اسك من الداخل تونس أو من خارج تونس. تم معلومة من صديق في الإذاعة يقول إنه الصفحة كيف وقع قرصنتها، الميل اللي لقوه إسرائيلي ماهوش تونسي. دونك لهنا نقولوا نتحدثوا على هجمة إسرائيلية، ماهيش هجمة من الداخل، لكن هذا خبر غير مؤكد لا من الوزارة ولا من الإذاعة. نبقوا نستنوا في إن شاء الله الوزارة تهبط توضيح من مصدر الهجمات هذه. انا حسب رايي ماهيش من داخل تونس، خاطر لو كان جت من داخل تونس كانوا يستهدفوا
ما يستهدفوش الإعلام فقط، كانوا يستهدفوا مشاهير أو يستهدفوا مواطنين عاديين أو يستهدفوا وزارات أو إدارات أخرى. الصفحات الفيسبوك اللي وقع حجب الخدمة أو قرصنتها كلهم تابعين الإعلام التونسي. لكن سامحني دكتور، هذا مش أول مرة يتم اختراق صفحات رسمية رينا قبل بلدية حمام سوسة، كما رينا ولاية صفاقس الصفحة الرسمية لولاية صفاقس. صحيح. شوف الحالات الباراشوتية هذيك معناتها مرة تصير مرة في الفيل، معناتها عادي يكونوا من تونس، لكن هذية في شوف في ثلاثة أيام أو في نهارين برك تم ستة أو سبعة صفحات تابعة الإعلام التونسي تسكروا. البارح تم محاولة لحجب خدمة معناتها صفحة موزايك، معناتها بريسك صفحات الإعلام كلهم قاعدين أون أتاك، دونك لهنا تصير تم لفت انتباه. الرسالة موجهة للإعلام التونسي ماهوش موجهة لبقية القطاعات. فهمتني ولا؟ دونك الحاجات هذه أنا حكيت عليها من قبل ليلى على محمد رسول الله، اللي الدولة التونسية ماهيش تستثمر في حاجة اسمها سيكوريتي انفورماتيك. القائمين على الصفحات هذه لو شوف الوزارة في البلاغ متاعها ذكرت طريقة اللي هي طريقة الفيشنج أو ما يسمى بصفحات المزورة. هذه الطريقة هذه هي طريقة بدائية جدا 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 جدا. معناتها واحد قاري انفورماتيك، معناتها حتى ماناش جست حتى قاري باك انفورماتيك فقط، ما تعديش عليه الطريقة هذه. فما بالك بإنسان يوصل يشد معناتها باج نتاع إذاعة وطنية ولا نتاع حتى إذاعات خاصة ولا نتاع وزارة خاصة وزارة ولا أي حاجة ولا في القطاع العمومي ولا في القطاع الخاص، لا نفس الشيء. دونك ما نتصورش يا إما الوزارة غالطة في الطريقة اللي وقع التصيد بها، طريقة الفيشنج هي ماهيش هي نفسها اللي قاعدين معناتها اللي بيعرضوا بها، يا إما تم خلل كبير في حاجة اسمها السكيورتي انفورماتيك في تونس الكل. أنا قبل وعملت حتى في التدخلات مع إذاعتكم قلت إنه الدول العالم الكل عندها جيش نتاع هاكر أو جيش نتاع يحمي معناتها خبراء في السلامة المعلوماتية أو غيرهم، جيش كامل. اليابان أكثر من 70,000 في الجيش نتاعها، أكثر من 70,000 معناتها هاكر. الصين كذلك، البلدان العالم الكل. علاش في تونس نحن وراء البحار؟ خاطر بالرسمي لازم نستثمروا في حاجة اسمها سكيورتي انفورماتيك. الطريقة اللي بيراتوا بها الصفحات هذه إذا كان حسب كلام الوزارة، أنا باش نكون معناتها محايدة معناتها ننقل الخبر فقط، إذا كان حسب كلام الوزارة بطريقة الفيشنج، دونك نحن لهنا قدام خلال كبير جدا، خاطر راهي تم طرق أقوى منها بعشرات الآلاف من مرات، معناتها ملايين مرات، معناتها تم بطرق قوية برشا. هل نحن غدوة إذا كان يستهدفوا البنوك ولا يستهدفوا منشآت حيوية أكثر من مجرد صفحة على الفيسبوك، شنو ردة فعلنا احنا في تونس؟ دكتور كيفاش نجمو نحميو الصفحات الرسمية هذه؟ لازم شوف رقم واحد انك تعطي البوست لإنسان كفر، انك تعطي البوست لإنسان يفهم اش معناها سكيورتي انفورماتيك، خاطر بالرسمي مش معناتها طريقة الحماية مش معناتها في ميكرو ولا في حاجة، خاطر حاجة تتقرأ الجامعات تتقرأ أصلا، مش معناتها دي بوان باش تعملهم وباش معناتها ما تحصلش ولا حاجة. لا بالنسبة لصفحات المزورة الفيشنج اللي قالت عليها الوزارة هي طريقة بدائية جدا جدا، دونك تم طرق أقوى منها ما نجمش نقولها في المباشر، خاطر تم مستمعين أخرين نجم يستغلوا الحاجات هذه، لكن تم طرق أقوى منها برشا. إذا كان حصلنا في الحاجة البسيطة فما بالك بالحاجة الكبيرة. هذه حاجة. الحاجة الثانية بالله البلاغ نتاع الوزارة يقولوا طريقة الفيشينج وغيرها وما هبطتش يتصور معناتها الطريقة، خط التصور فلو على الآخر، معناتها الواحد ما نجمش يحكم إذا هذيك هي الطريقة أو لا. إذا كان قلت لك في البلاغ نتاع الوزارة ذكرت الطريقة اللي هي الفيشينج، الطريقة هذه
لا لا محمد رسول الله ما نشوفش انا من المنظور معناتها الجمهور التونسي او معناتها نقولوا نحن الهاكر التونسي كيف يشوفوها. لا انا باش نشوف من برا الهجمات الالكترونيه اللي باش تجينا من برا. نحن في تونس معروفين معناتها اكبر لي هاكر واكثر لي هاكر موجودين في تونس ومن تونس. ودونك يشوفونا من برا على اساس شنو؟ يشوفونا من برا على اساس نحن بيوتنا معناتها من بلا من بلور. اذا كان باش يستعملوا معنا طرق اخرى باش معناتها بالعاميه باش يمشي فيها شعب كامل معناها. خاطر تم زاد حاجه اخرى لازم ننبه عليها ولازمهم يلقوا فيها حل ليزابليكاسيون تاع البنوك. ليزابليكاسيون اللي يمشوا للعموم معناتها انا عندي ابليكاسيون تاع البنك نتاعي نشوف معناتها في الكونت نتاعي قداش فيه فلوس اكسيتيرا نجم عندي منو فيرمون وكل شيء. الطريق اذا كان بالطريق كيفاش تنجم زاد تختار منها ليزابليكاسيون تاع البنك نتاعي نتاع البنوك ولا نتاع البريد ديتيسيت ولا غيره. لازم تخترق الحاجه هذه. من بعد شكون المسؤول؟ اسكو الشعب؟ اسكو المواطن العادي اللي ما يفهمش سيكوريتي انفورماتيك مش قاري ولا شكون باش يتحمل المسؤوليه تم البنك ولا المستخدم؟ شكرا. معاش عنا برشا وقت دكتور عبد الصمد الكرتلي خبير في السلامة المعلوماتية نشكروك. وتقول اللي طريقة حماية الصفحات الرسمية في تونس هي طريقة بدائية ولازمها تتطور. أمير صارت لك أنت قبل في الكونت متاعك مرتين شو صار لك؟ كما احكي لك هي 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 يعني في شيء نجم يجيك على البوت ميل متاعك حتى يكون في شكل عقد عقد باش تخدم مع شكون تحل الفيشي نتاعك بي دي اف تشوف بنود العقد انت تكليكي منها يتنستال الفيروس على روحه اي حاجه تطبيها في الكلافي نتاعك مود باس كودني يتبعث للسيد دونك. وفما اللي طريقه اللي اكثر تقليديه فما الناس بالحق ما تعرفش خاطر برشا ناس كبار مش قاريه وغيره تنجم نعرفوا الناس الكل بليان انت تغلط فيه تتخيلوا هي الصفحه الرسميه وكي تثبت من فوق تلقى بوان فهمتني حاجه اخرى ولا الاسم مبدلين فيها حرف ولا زايدين حرف دونك تحط معلوماتك تدخل تلقى الباج ما يستمشي تخرج في بالك سي بون لا غالب فما مشكله في الانترنت هو سي بون. انا صغير صارت لي مرتين وعاودت قناه اليوتيوب مرتين والحمد لله في الاخرانيه وصلنا للمليون. باهي نرجع نحكيو في ساعه اليوتيوب امير في اقل من دقيقتين. اليوتيوب اللي عندك 3 شهور توا ما هبط حتى شيء. اخر فيديو كانت 3 شهور التالي والله اي وينو سالم مسيو هاني جيت بحذاك اليوم الكونسيبت وينو؟ والله نحب نخلي فيديو مره في الفيل على 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 كليب يستحق ولا موضوع يستحق وان شاء الله باش نرجعوا في رمضان سلسله سلام مسيو يوميا في رمضان ونحاولوا نعملوا كونسيبت جديد معانا الناس تدخل معنا في الانتاج معناتها نجموا يشاركوا معنا باش نعملوا ديكور والدنيا ونحاول كما قلت لك افكار جديده وديكور متراج كي حاجات مزيانه نحاولوا كل مره متى كل فيديو تحكي على موضوع. وفي التمثيل وينك امير؟ شفناك عملت برشا تجارب في التمثيل. والله اخر تجربه عملناها ولا في كابتن ماجد مع لو جران كامل تويتي وبرشا ثرمي فهمتني خدمناها على قناه نسمه وتعدى في رمضان ويمكن السنه ان شاء الله فما الجزء الثاني. سينو فما تليفونات توا وان شاء الله ربي سهل. ماني ساعات كي واحد يقول راهي ما تكتبش من عند ربي دونك واحد ديما يتفادى وان شاء الله. وسينو عندي فيلم ان شاء الله 2024 كان سهل ربي. وجديدك في اليوتيوب؟ شو عندك جديد؟ اليوتيوب مش قلت لك نبدا دي كونسيبت اخرين سلام مسيو باش نخليوها مره في الفيل كاطلاله. اطلاله تخي بيان دونك نحن وصلنا لاخر ليميسيون نتاعنا نسلم عليكم برشا ميرسي بوكو اللي سمعتونا يعطيك الف صحه أمير اللي جيتنا. نشكر الفريق الكل ياسمين بن نور في الإعداد نشكر أمير في الإخراج ووي إم في الإخراج الرقمي. ما بقى لي كيفاش نقول لكم صباح الخير الناس الكل تشاو.